مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بحضراتكم وساعة بث مباشر وحلقة من برنامج خد بالك. يعني الحقيقة القانون أعطى لأي شخص الحق في اللجوء للقضاء والتقاضي، ولكن هذا الحق مكفول حقيقي بالقانون ولكن في حدود. بمعنى أنك يعني مثلا لو صحيت الصبح وفكرت أنه شخص معين مضايقك وحاولت تعمل ضده محضر بلاغ كاذب، والأكتر من كده ممكن تجيب شهود، لكن لو ثبت أنه هذا البلاغ بلاغ كاذب بيترتب عليه مسؤولية قانونية. النهاردة هنتكلم تفصيليا عن المقصود بالبلاغ الكاذب وإزاي بيتم إثبات هذا البلاغ وموقف الشهود في حالة إنهم شهدوا على تصرف أو واقعة مش حقيقية. ولكن اسمحونا بداية نرحب بسيادة المستشار إيهاب مكرم المحامي بالنقد والدستوري. برحب بحضرتك فندم. أهلا بك أستاذ نجات. سيادة المستشار، يعني بداية إيه هو المقصود بالبلاغ الكاذب وإمتى نكون قدام بلاغ كاذب يا فندم؟ هم الفقهاء حقيقة اجتمعوا على ان هم ان ليهم تعريف واحد للبلاغ الكاذب، وهو ان انت عندك اخبار لاحدى السلطات العامة او الجهات الادارية كذبا بامر ما. يعني انت مبدئيا انت هتخبر احدى الجهات، خلي بالك حاجة مهمة جدا، دي كلها من اركان الجريمة، التعريف ينطوي منه او يتكون او يشتمل على اركان الجريمة. البلاغ الكاذب هو انك تخبر السلطات العامه او الجهات الاداريه، يعني لازم اخبار جهه اداريه أو سلطه عامه، لازم ده ركن من اركان الجريمه ويتعين على الحكم ان يبان الجهه اللي تقدم اليها الاعلان، المخبر تمام. بالاعلان تمام. او بالبلاغ. بعد ما يتم تقديم هذا البلاغ يكون هذا الامر متضمن كذبا، يكون فيه كذب. الكذب ده عباره عن حاجه، امر ما، حاجه من اتنين، لا اما واقعه يتم اسنادها الى احد الاشخاص كذبا، هذه الواقعة كاذبة، زي مثلا أقول إن في اتفاق جنائي ما بين أشخاص إنهم هيقوموا بعمل إرهابي. يبقى إذا الأمر ما الكاذب ده أول حاجة فيه ممكن يكون واقعة غير صحيحة يعاقب من تسند إليه. أنا قلت إن في اتفاق جنائي ما بين سين وصاد وعين أو إكس وواي وزيد على ارتكاب جريمة ما. صح. حتى لو لم تقم هذه الجريمة ولم يتم الإبلاغ عنها. لكن هنا في ايه؟ انا باخبر كذبا ان في واقعه. يبقى اذا اول حاجه يا فندم انه لازم جهه، اول ركن في اركانها يعني يكون عند جهه اداريه او سلطه تمام. عامه مختصه بتلقي البلاغ. نمره اتنين انه يكون البلاغ ده كذب، هذا البلاغ يتضمن كذبا بامر ما، حاجتين، لا واقعه لا اما فعل. الواقعه تكون كاذبه زي ما قلت حاجه، يبقى في اتفاق، انا بقول يا جماعه في اتفاق جنائي ما بين سين وصاد وعين، دول ناس انا اسندت اليهم ان في واقعه كاذبه، هم يتفقوا هيرتكبوا جريمه او شتموني مثلا او ايا كانت الواقعه، اسند اي واقعه انت عايز تقولها، وهذه الواقعه غير صحيحه بس بتعاقب من يسند اليها. يعني لو صحت هذه الواقعه، يعني قلت ان سين وصاد وعين هيرتكبوا عمل فعل ارهابي في الدوله، اذا قلت هذه الواقعه مش مسنده الى الاشخاص دول، ده اتفاق جنائي ودي واقعه، لكن هذه الواقعه غير صحيحه. فحتى ولو لم تحرك بدعوى جنائيه تم الابلاغ عنها وتم التحري عنها من قبل الجهات المختصه، لكن الجهات المختصه لقت ان مفيش صحه البلاغ فحفظتها، اصبح عندي الامر هنا لم تقم به دعوى ولكنها واقعه كاذبه. يبقى احدى الصور اللي هي بتنطوي على ان في عندي بلاغ كاذب هي ان الواقعه التي يتم اسنادها الى احد الاشخاص هي واقعه كاذبه، ولكن يعاقب من تسند، لو صحت يعاقب من تسند اليه. تمام. الامر الثاني ان هو ان انا بقول ان الشخص ده يرتكب فعل معين، هذا الفعل مؤثم قانونا ولكن هذا الفعل غير حقيقي، يعني هو امر كاذب، وانا بعمل كده بنيه الاضرار به. يعني في قصد، لازم توفر القصد الجنائي. هو قصد جنائي في الحالتين، لكن الكذب البلاغ او البلاغ الكاذب هو الامرين دول، لا واقعه مكذوبه لا اما فعل مكذوب. وانا اكون عارف كده. طيب سياده المستشار، يعني ازاي هل القانون حدد طرق محدده للاثبات ولا ممكن اثبت بكافه طرق الاثبات للواقعة دي؟ لا، واقعه البلاغ الكاذب دي لازم فيها طرق محدده، يعني لازم تكون مكتوبه، مش شرط تكون مكتوبه. يعني ممكن تقدم شفاهه للجهات، يعني ممكن شفاهه باي وسيله. انا ممكن عن طريق تلغراف، ممكن عن طريق تليفون، اتصال هاتفي، ده اتصال هاتفي دوت، بتتصل يبلغ بالنجدة الحقوا فلان الفلاني جاي يقتل فلان، دي واقعه، الواقعه دي معاقب يعاقب عليها قانونا لو اسندت الى احد الاشخاص وكانت صحيحه، لكنها كاذبه غير حقيقيه. ومع ذلك وبرغم من هذا الامر ان هي واقعه غير حقيقيه، فاصبح في البلاغ اللي هو ما تمش تدوينه ولا تسطيره ولا في ورقه اشتملت عليه ورقه مكتوبه، هو امر هاتفي باتصال هاتفي فقط لا غير، تمت الجريمه. صحيح. انما اثبات الجريمه ده شيء تاني خالص. عشان اثبتها يبقى لازم عندي ركن مهم جدا جدا جدا، وهو ثبوت كذب الوقائع دي.
ده في الإثبات. في الإثبات. ولازم يكون تاني حاجة إن أنا أكون عالم علما يقينيا لا يداخله أي شك إن الوقائع دي مكذوبة، ومع ذلك أنا أقدمت على الإبلاغ عليها. هي في ارتباط ما بين البلاغ الكاذب وجريمه ازعاج السلطات؟ بس ناخد الاستاذ نبيل بقى، انا بقى له فتره. اتفضل استاذ نبيل. مساء الخير. اهلا، مساء الخير استاذ نشأة. اتفضل يا فندم، سؤال حضرتك. بقول هكلم المستشاره طبعا. معاك سياده المستشار. اهلا وسهلا بحضرتك. اصل انا شايفه هو بيتكلم حضرتك. اتفضل يا فندم، حضرتك معانا على الهواء، بس نوطي التلفزيون ونسمع بعض من التليفون. بسمع من التليفون. اتفضل يا فندم. اتفضل. بص حضرتك، انا اشتريت وحده اللي هي يعني شقه في 2013، رحت ادفع الضرائب العقاريه عليها بعد حوالي سنه، بصيت لقيته بيقول لي انت تدفع 30 سنه قبل كده. قلت له يعني انا جاي ادفع من اول ما انا اشتريت الشقه بالعقد. قال لي لا، ده عليها ضرائب لمده 30 سنه سابقه للعقد. طبعا انا ما رضيتش ادفع، ورحت اقمت دعوه امام القضاء الاداري، والقضاء الإداري حقيقي جلساته بقالي 10 سنين، وأنا قصاد الدعوة دي لحتى ما جم الضرائب قالت لي احنا هنحجز على الشقة، فرحت دافع الضرائب عشان ما يتحجزت على الشقة، ولسه الشقة القضية لسه موجودة في الحكم. بعد كده هو اتصدر الحكم فعلا في السنة اللي هي في شهر 3/2023، يعني بعد حوالي 10-12 سنة صدر اللي هو الحكم. منطوق الحكم بيقول ايه؟ قبول الدعوة شكلا، وفي الموضوع بيلزم المدعى عليه الاول اللي هي صاحبة الشقة بدفع الضرائب. تمام. لمين؟ لتدفعها لمصلحة الضرائب. طيب انا بالنسبة لي انا دفعت الضرائب دي، انا عايز استردها، لان حق ان انا استردها، لان انا دلوقتي براءة ذمة الموكلة ان هي خلاص ما تدفعش. طب المفروض انا استرد الضرائب دي ازاي؟ حاضر يا استاذ. بس ثانية واحدة، انا عايز اسألك سؤالي. هو الحكم المحرج دوت حكم صادر من محكمة القضاء الإداري ولا المحكمة الإدارية العليا؟ محكمة القضاء الإداري اللي هو المفوضين. لا ده كده سوين، مفوضين ولا محكمة القضاء الإداري؟ يعني ده رأي هيئة المفوضين ولا ما محكمة القضاء الإداري ولا الإدارية العليا؟ هو كل ده قرارات. لا، الإدارية العليا. الإدارية العليا، يعني الحكم ده أصبح بات. تمام. وأنا جبت الصيغة التنفيذية بتاعته. لا، الصيغه التنفيذيه تاخدها في القضاء الاداري بمجرد نزول حكم من محكمه القضاء الاداري. ما انت كده المفاوضين جه رايها في صالحك او ضدك مش مهم، ان الراي استشاري، لكن محكمه مجلس الدوله محكمه القضاء الاداري ايدتك الحكم دوت واصدرت الحكم لصالحك، فانت استخرجت الصيغه التنفيذيه، لان محكمه القضاء الاداري تعتبر بمثابه محكمه استئناف عادي، بمجرد صدور الحكم تاخد عليه الصيغه التنفيذيه حتى لو تم الطعن امام الاداريه العليا. بس انا افهمه كده ان انت قصاد محكمه القضاء الاداري وزيلت الحكم الصيغه التنفيذيه العليا بالصيغه التنفيذيه. شكرا استاذ نبيل. ايه الموقف هنا يا فندم؟ هو يعني هو دفع المبلغ. هو مبدئيا الجهه الاداريه المفروض عندها تعليمات وعندها شؤون قانونيه عارفه كويس قوي ده مصلحه الضرايب، ان الضريبه غير مستحقه الا على اللي هو اشترى العين ومن وقت تاريخ استحقاقها، من وقت تاريخ شرائها. انا اشتريت العين النهارده في 1/1/2023، وساعتها كنت تحوز وتملك، مش بس تحوز وتملك هذه العين من قبل التاريخ ده. فالضرائب المترتبة على ممارسة العين دي، أو حتى لو ضريبة عقارية، بلاش ضريبة متمرئة، يعني ضريبة عقارية بلاش ضريبة تجارية أو أرباح تجارية أو صناعية، كان هي في الحالة اللي قدامنا. تمام. الحالة اللي قدامنا هي ضريبة عقارية مستحقة على العين، فكان يتعين على الشخص اللي بيشغل العين القيام بسددها. هو اللي يسدد. ما سددش. والجهة الإدارية كانت المفروض الشؤون القانونية توصي بكده أو تلجأ لمجلس الدولة في قسم الفتوى والتشريع وإديها فتوى بكده، ما حصلش. وطلعت قالت له انت ملتزم بيها وانت اللي تدفعها، فاضطر عشان ما حصلش حجز اداري. ما القانون مدي الحق للجهه الاداريه لمصلحه الضرايب انها توقع حجز اداري. فساعتك انا جيت اقول لك هتدفع ولا احجز؟ هتضطر انك تدفع. فدفع. بعد ما دفع بقى رفع صدر حكم. مصادر حكم بعد رفع قضيه عشان يتظلم في هذا القرار القضاء الاداري بعد 10 سنين او المده اللي هو بيقولها ايا كانت، ما اعرفش، بس 10 سنين كتير قوي على فكره، يعني هو المفروض الدوله تاخد سنه، وفي القضاء الاداري تاخد لها مثلا سنه، يبقى سنتين، ما تاخدش اكتر من سنتين. تمام. المهم الحكم صدر في الاخر لصالحه وزويل بالصيغه التنفيذيه، اذن هو واجب النفاذ. في الحاله دي بقى المفروض هو يرفع دعوه استرداد على الجهه الاداريه، ولا انا عايز الفلوس بتاعتي اللي انا خدتها. يعني هو حاليا حضرتك تنصحه بانه يرفع دعوه استرداد. تمام. بتاخد وقت دي يا فندم؟ عشان معاه الصيغه التنفيذيه مش تاخد اكتر من شهر لست شهور بكتير قوي. تمام. اطمئن يا استاذ نبيل، زي ما قالك سياده المستشار، بس لازم يرفع الدعوه دي. بس خلي بالك في اجراءات هتمر بيها، يعني بعد ما يصدر لك حكم بالاسترداد هتقال لك شط عقوبات. طب ايه هي، ازاي يتغلب عليها، وايه هم بقى؟ ما هي العقوبات متعبه. نفيدهم بقى. هي متعبه شويه.
يعني يتقال ايه بالظبط؟ انت مثلا هتيجي ترفع دعوى صدر لك حكم انك تسترد فلوس، حقيتك في انك تسترد الفلوس اللي دفعت للجهه الاداريه اللي هي قطعه الضرائب العقاريه. هتيجي تنفذ هيقول لك هات لي ما يفيد انك انت ما عليكش ضرائب تانية في جهه تانية مستحقه. ما ممكن تكون مستحق عليك ضرائب ارباح تجاريه، ارباح صناعيه، ضريبه مضافه. في الحاله دي مش هتطلع الفلوس غير لما تتسدد الحته اللي انت مقصر فيها. او ان يقول لما يكون عليك كفالات مستحقه السداد، انت عليك قضيه وفيها كفاله، مش هتعرف تسحب الفلوس دي من المحكمه غير لما تسدد الكفاله دي. يعني ايه الكفاله؟ 10,000 20 30 50 ايا كانت الكفاله. طب المطالبات دي هيعرفها ازاي؟ اخر حاجه بس عشان نكمل كلمه مطالبات، برضه هيبقى عليك مطالبات. عايز اذا كان عليك مطالبات قضيه انت رفعتها وكان عليك مطالبه وخسرتها فبقى عليك مطالبه. كل الامور دي يعني مصاريف ورسوم قضائيه برضه مستحقه، مش هتسترد الفلوس الا بعد ما تسددها. لكن كده كده هيستردها. هتستردها ان شاء الله. طيب الاستاذه ايمان، مساء الخير. مساء الخير يا استاذ نشأت. اهلا بحضرتك، اتفضلي. الف 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 شكر لحضراتكم على البرنامج اللي كله توعيه ده، متشكرين. بنشكر حضراتكم. شكرا. انا عندي سؤالين. انا خدت ورثي من بيت ابويا بعقد اتفاق وقسمه. فالسؤال الاولاني ازاي انا اضمن حقي؟ السؤال الثاني انا معايا بنات، اضمن لهم ازاي حقهم ده في بعد وفاتي؟ يعني انتوا عملتوا قسمه رضائيه يا فندم؟ ايوه ايوه، متقسمه على الورق. تمام. ومعمول عليها شهر عقاري. صحه توقيع ولا توقيع؟ سجلتوها يا فندم؟ نعم، سجلتوها ولا صحه توقيع؟ لا لا، صحه توقيع. صحه توقيع. ايوه. واستلمتي بالفعل الصحه الحصه المفرزه بتاعتك؟ لا، هي موجوده في بيت ابويا ومقفوله يعني. تمام. بس انا معايا بنات، انا مش عامله حاجه غير الاتفاق والقسمه، هل ده يضمن حقي فيما بعد؟ غير كده كمان انا البنات دول فيما بعد هعمل ايه؟ هل هيضمنوا حقهم بعد وفاتي ولا هيبقى في تقسيم تاني بقى؟ طب استني بس عشان اقول لك حاجه، بس عشان انت كده بتخلطي ما بين امرين، انت عندك اتفضل. امرين، خلي بالك. اتفضل. انت عندك قسمه رضائيه. ايوه. انت واخواتك اتفقتوا عليها. ايوه. وخدت حصتك في الميراث بناء على تلك الحصه، بناء على تلك القسمه الرضائيه. صح كده. الحصه دي هتقول لحضرتك بعد الشر، بعد عمر طويل هيحصل لك حاجه هتقول للبنات، لكن دول بنات بس، فيبقى لو في خلان هيدخلوا. ايوه. علشان كده دي قصه ثانيه خالص. انت بقى القسمه، انت كده مبدئيا خلاص هي القسمه الرضائيه اللي انت عملت عليها صحه توقيع حافظت حقك خلاص. تمام. طيب. فانت كان الفلوس بقت بتاعتك. الفلوس دي بقت بتاعتك انت خلاص، لان صحه التوقيع مش هتخلي الشخص اللي هو ارتضى القسمه معاك يطعن عليها. لا مش وارث بقى، اللي هو شريكها في الميراث يطعن عليها خلاص، هي توقيع ما يقدرش يقول مش توقيع اثناء الحياه. لان ده اثناء وبعد وفاته. هي لو توفت ما ينفعش حد من اخواتها يقول على عقد القسمه ده مش امضتي، لكن هيدخل في الميراث. ما هو ده، لا انا هيدخل بعد وفاتها، مش بتكلم في كده، بتكلم على صحه التوقيع فائدتها ايه. تمام. انها دعوه تحفظيه. مش هينفع الشخص اللي وافق عليها يقول لحضرتك بعد وفاتي كل ولادك دي مش امضتنا على العقد. لا. طب كويس، ما ينفعش ينكرها. فحق البنات كده خلاص كده اتضمن. تمام. تبقى بقى يعني كده بالنسبه لك عندك حق ميراث كانه بتاعك اهو، وبتورثيه بقى اهو من اول وجديد. بس عشان تمنعي العصب اللي هو اخوك ان يرث، لان حضرتك مش مخلفه غير بنات. أيوة. زي على فكره انا بالمناسبه مخلف بنات. فاللي تعمليه بقى هتعملي عقود بيع معلقه على شرط واقف. بمعنى؟ يعني ايه؟ يعني انت هتعملي الميراث بتاعك عباره عن عقار او شقه او عربيه. هي الحاجه دي انتقلت لك انت بموجب عقد القسمه الرضائيه. هتبيعيها لولادك حال حياتك، ولكن عقد بيع معلق على شرط وهو وفاة حضرتك. طب ينفع من عقد القسمة انا اعمل لهم عقد بيع؟ ايوه طبعا، ان بعقد القسمة ده حضرتك بقيتي مالكة خلاص. طب حتى لو هو مش متسجل في حتى لو مش متسجل بيرتب حقوق ليه؟ بص بقى، ما ده لقيته محكمة النقض حديثا بقى، عشان مشكلة نقل الملكية بالعقارات لا تنتقل الا بالتسجيل، وعملت لنا مشكلة في القصة دي. محكمة النقض قالت على الرغم من ان فعلا الملكية في العقارات وفقا لقانون شهر العقار لا تنتقل الا بالتسجيل، انما قالت حاجة مهمة جدا. قالت عقد البيع العرفي حتى لو ما عليهوش صحة توقيع بمجرد عقد عرفي، هو يرتب التزامات وحقوق لكل من البايع والمشتري. وكذا يرتب حقوق ايضا والتزامات في مواجهه الغير. طب يعني كوي. انت بعقد البيع ممكن تبيع لغيرك. طب حتى كوي. لو مفيش توكيل او صحه توقيع. يبقى طيب. حضرتك تعمل ايه؟ عقد ايه تاني؟ بنحدد فيهم فلوس بقى في البيع، ولا ممكن اقول انا بعت لبنتي كذا وكذا عقار كذا في رقم كذا وخلاص؟ لا انا عايزك تركزي في اللي جاي، زي ما قال لك استاذ نشأة دلوقتي في السؤال ده، تعمل ايه بالظبط؟ لان اللي جاي ده انت خدتيه بسرعه، فخديه بالراحه كده تاني عشان تعرفي تعملي ايه. طب اتفضل. فاهمين يا استاذ نشأة؟ سؤال مهم جدا، تعمل ايه بالظبط؟ انت عديها بسرعه. لا ركزي معايا فيها. اتفضل. هتعملي عقد بيع معلق على شرط واقف. يعني ايه؟ ده حل لكل اللي عنده بنات مش عايز حد من اخواته يرث، او اعمام. صحيح. سواء كانوا اعمام او اخوال، يعني صحيح. اخوات الاب اخوات الام. صحيح.
بيعمل عقد البيع معلق على شرط واقف ازاي؟ بيقول يا جماعه انا امتلك النضاره دي، تعالي يا بنتي فلانه ويا بنتي فلانه ويا بنتي فلانه، بعت لكم النضاره دي ب 100,000 جنيه وبكتب القيمه في العقد. وهذا العقد معلق على شرط واقف، يعني العقد ده مش هيخش ومش هيبقى ساري ومش هيبقى نافذ الا بيتحقق هذا الشخص، هذا الشرط. ايه الشرط اللي اتحقق؟ هو الوفاه. طيب. وبالتالي بمجرد وفاه حضرتك بعد الشر يصبح هذا العقد ساري ومنتج لاثاره القانونيه مع اولادك وفي قبل الغير كمان. بقوا هم فعلا مالكين لوحدهم ومحدش يقدر يتكلم معاهم. طيب خلاص. شكرا استاذ ايمن. شكرا. معانا تليفون استاذ فرحات. استاذه فرحه مساء الخير يا فندم. مساء النور يا اخويا. اهلا بحضرتك، اتفضلي. انا ليا شكوى صدقني ديت سبع سنين، سبع سنين. ليك ايه يا فندم؟ سبع سنين، ابني توفى في شاطئ النخيله. ايوه يا فندم. سامعني حبيبي؟ اه سامعك سامعك. ابني توفى في شاطئ النخيله. ايوه فندم. اتحكمت لنا المحكمه بتعويض 100,000 جنيه لعياله. ايوه فندم. في سبع سنين صدقني لا واخدين حق ولا باطل. طيب حضرتك اتخذتي ضدهم اي اجراء قانوني او رفعتي دعوه او مطالبه؟ المحامي يا حبيبي مش عارفين ناخد منه حق ولا باص، يقول لك انا مش عارف الرصيد بتاعهم في انهي بنك، مش عارف ايه، واتقفل الشاطئ قعد سنتين مقفول. طيب يعني وبعد كده فتحوه. يعني برضه ما خدتش حق ولا باص. هو هي كانت اصابه عمل ولا غرق؟ لا غرق هناك يا حبيبي. ده غرق. أي هو كان شغال يعني وبعدين غرق اثناء العمل ولا هو ايه؟ لا غرق، راح يصيف، خده صاحبه يصيف هناك، غرق هناك. امال مين اللي التزم بالتعويض؟ حكمت لنا المحكمه ب 100,000 جنيه. ضد مين حضرتك؟ ضد مين؟ ضد الشركه بتاعت الشاطئ. شركه الشاطئ اللي هي بتدير الشاطئ. شاطئ النخيله. اللي بتدير الشاطئ. طيب يعني لكن المحامي طيب رفع قضيه يا فندم ولا عمل ايه؟ ليا ست سنين رافعين القضيه دي عليه. وصدر حكم نهائي بات ولا ايه؟ ايوه صدر حكم ناقص على التنفيذ، المحامي مش عارف ايه السبب اللي يخليه مش راضي ينفذ. طيب مره يتحجج لي. طب انتوا المحامي دوت عملتوا له توكيل يا فندم؟ ايوه توكيل فيه اللي هو يمكن فيه يعني نبعد عن المحامي بس عشان نتكلم الموضوع بقى. طيب. شخصا نتكلم بصفه عامه. طيب ماشي شكرا. في اي حاجه من الاستاذه فرحه؟ اسالها. بص يا استاذه فرحات، انت رحت للاستاذ المحامي مكتبه واداكي الصيغه التنفيذيه؟ قال لك اهي وريها لك. معايا الحكم النهائي يا حبيبي. لا مش حكم نهائي، ماليش دعوه بالحكم النهائي. معاك الصيغه التنفيذيه، الختم المربع. معايا الصيغه التنفيذيه بتاعت المختوم مع رئاسه. جميل. قولي للاستاذ المحامي يلجا لايه؟ ممكن يكون برضو معرفته القانونيه في حته يعني احنا بصي احنا كلنا كمحامين زي الدكاتره، اي مهنه حره زي الفنانين، اي مهنه حره ممكن يبقى خبرته محدوده في حاجه معينه، ممكن يكون خد الحكم ودي حاجه تتحسب له كتر خيره وهو نجح في هذا الامر، ناقص بقى جزئيه التنفيذ ممكن يكون خبرته محدوده فيها. فانت قولي له بس اسمعيني الاخر. انت عارف الشركه البنك بتاعها فين؟ طب اسمعيني، ما انا هقول لك تعملي ايه؟ انا مش عايزه يحجز على البنك بتاعها، هو يعمل حاجه اسمها ايه؟ حجز على اموال البنوك كلها. في حاجه اسمها حجز مال المدين لدى الغير، يعني ايه حضرتك؟ انا كشركه اداره الشاطئ النخيل اللي حضرتك بتقولي ده ليا حسابات في بنك مصر والاهلي وسي اي بي، ومش هسمي بقى الشركات، مش هسمي البنوك. كل البنوك الموجوده المصريه العامه منها والخاصه، قطاع الاعمال والخاص. فبيعمل حاجه اسمها حجز مال المدين لدى الغير ويعلنهم في خلال 8 ايام كل البنوك دي. اي بنك بيقرر ما في ذمته خلال 15 يوم، يعني اول ما بعمل الاعلان ده واختلهم بالصيغه التنفيذيه بيروح عامل ايه؟ البنك اللي راح له الاعلان بيرد عليا يقول لي انا كشفت على حسابات شركه اداره شاطئ النخيل لقيت ان حسابها عندي 50,000 جنيه. فيقول له طب وقف ال 50,000 جنيه دي لحساب مدام فرحات وولادها عشان ده في حكم ليهم. ويشوف بقيه البنوك ردوا قالوا ايه؟ وكده يبتدي ياخد الفلوس من البنوك، فهو مش بيخطر بنك واحد يقول انا مش عارف هو فين. يعني حاولي تفهميه يا استاذه فرحه، قولي له اخطر جميع البنوك الاهليه والخاصه. تمام؟ ماشي يا حبيبي. عشان ما يقولش في بنك معين، ما تدوريش على بنك، ممكن تروح على بنك ما تلاقيش حاجه. يعني قولي له مش مشكله انت مش عارف في ايه البنك، انت تخطر كل البنوك. بحجز مال المدين لدى الغير، قولي له الجمله دي، حجز مال المدين لدى الغير. حجز مال البنين ما للغير. ما حجز حجز. ما للمدين لدى الغير. حجز ما للمدين لدى الغير. حجز ما للمدين لدى الغير، يعني الفلوس بتاعت الشركه دي اللي موجوده في اي بنك يتحجز عليها، اي بنك في مصر ايا كان ايه هو. والبنوك هي اللي هترد عليك بقى، مش انت اللي هتجري وراهم، هم اللي هيردوا عليك بعد الاعلان ده. اي استفسار تاني حضرتك؟ عليا. شكرا. البنوك هي اللي هترد عليا. هترد عليك بتقرير ما في الذمه، ما تقلقيش. شكرا شكرا لحضرتك.
سيادة المستشار إذن نخرج الفاصل وبعد الفاصل نكمل موضوعنا عن البلاغ الكاذب. أعزائي المشاهدين فاصل ونتواصل مع حضراتكم.